يعتبر النجاح من أهم أسباب السعادة التي يبحث عنها جميع البشر. النجاح هو أن تصل لهدفك الذي تحلم به وتسعى لتحقيقه، ولا يقتصر النجاح على التفوق العلمي، بل يشمل جميع نواحي حياتنا. وفي المهجر هناك الكثير من قصص النجاح التي حققها أصحابها في الغربة. بطل إحدى هذه القصص هو ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج غريب أديب، الأستاذ عبد العاطي كريمي. أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الكريم، وأهلا وسهلا بالطاقم، طاقم الفقراء. أستاذ عبد العاطي، خليني في البداية أشكر حضرتك على دعوتك الكريمة لينا في رمضان على مائدة الإفطار اللي جمعتنا وجامعة فريق إنفوجراد، فبشكر حضرتك مرة تانية. شكرا جزيلا لحضراتكم كذلك وشرفتونا. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ عبد العاطي، خلينا نبدأ في البداية، وعايز من حضرتك تعريف بطاقة شخصية للسادة المشاهدين، من هو عبد العاطي كريمي؟ عبد العاطي كريمي هو إنسان، هو مهاجر ضمن المهاجرين الذين فروا من بلدانهم نحو المهجر لأسباب متعددة. هذا السبب ممكن أن يكون سبب هروب من الحرب، ممكن أن يكون سبب هروب من القمع، ممكن أن يكون سبب هروب اقتصادي يريد أن معيشي، يريد أن يبحث له عن منفذ معيشي واقتصادي آخر. عبد العاطي كريمي هو مغربي الأصل، وجنسي النمسا والجنسية طبعا. أتيت إلى النمسا كأي طالب في سنة 89 بإقامة طالب إلى هذا البلد. 89؟ لا، أواخر التسعينات. أواخر التسعينات، حيث درست في المغرب الفيزياء والكيمياء، وأتيت لكي أدرس الأسترونومي بالنمسا، لكن وجدت في طريقي بعض الصعوبات. الصعوبة الأولى في ذلك الوقت الذي كنا فيه، لم تكن هناك منح للطلبة. إذا لم تشتغل فلن نعينك أي إنسان إذا لم يكن. فبحكم أن أتيت من بلد فيه الفقر يعني نسبي، وأتيت من عائلة فقيرة، فلا بد أن أشتغل. فهذا اللي طولت معي الدراسة في النمسا، وحاولت أن أخذ دراسة الاقتصاد. والحالة الاجتماعية؟ الحق متزوج ولثلاث أطفال. ربنا يخليهم لحضرتك. الله يبارك. طيب، ده يمكن كان الحديث عن المهجر نفسه، لكن ليه اخترت النمسا بالذات؟ يعني اللي قرار خروجك من المغرب إلى النمسا، لماذا النمسا؟ أنا لم أختار النمسا، بل النمسا هي التي اختارتني. يعني كنت سجلت نفسي مثل كل المغاربة في جامعة سويسرية، كي أذهب وأدرس وأكمل دراستي بجنيف بحكم اللغة الفرنسية، لأننا في المغرب ندرس باللغة الفرنسية، ومتابعة الدراسة في بلد آخر غير اللغة الفرنسية تكون لنا صعبة. فإما نختار فرنسا لأن فرنسا صعبة، قلنا نختار لأن أصدقائي كلهم يعني اتجهوا نحو سويسرا، وأنا كنت في لأنني أختم في منطقة في وسط المغرب، وهي منطقة بني ملال بعيدة عن المدينة الدار البيضاء وغباط، اللي هما العاصمتين، العاصمة الإدارية والاقتصادية. فذهبت إلى الدار البيضاء لكي أدفع أوراق أو أقدم أوراق الفيزا الدراسية لسويسرا بعد ما تم قبولي بسويسرا، وأنا أقوم ببعض جولة في الدار البيضاء، حتى وجدت قنصلية اسمها القنصلية الاقتصادية للنمسا مكتوب عليها، فقلت فدقيت الباب ودخلت، وكانت مقابلة السيدة التي تشتغل هناك مقابلة لطيفة جدا. فسألتها، قلت هل أنتم تتكلمون الفرنسية؟ قالت لي بالطبع نحن في المغرب، أي لغة يمكن أن نتكلم أنا، لأننا لازم نتكلم الفرنسية. قلت لهم ما هي اللغة التي تتكلمون فيها بالناس؟ فقالت الألمانية. قلت لها هل الألمانية التي يتكلمون بها الألمان؟ قالت لي بالطبع نحن الألمان الأصليين. فقلت لها هل هناك جامعات؟ فأعطتني كتب لكل الجامعات، وأعطتني كتب للمعيشة بالنمسا، فكانت كتب كثيرة جدا. وبحكم في ذلك الوقت أواخر التسعينات ليس هناك لا فيسبوك ولا واتساب ولا تليفونات محمولة، وأنا بالطريق في الباص الذي بين الدار البيضاء وبني منال حوالي 4 ساعات قرأت للكتب، ووجدت أن النمسا لها
يعني ان اقل دخل للفرد هو $1000، هذه دوله. فقدمت للنمسا، للجامعات، جامعه فيينا وجامعه سارزبورغ، وقبلت في الجامعتين. وبعت والجامعه فيينا هي التي قدمت للاقامه، كان في ذلك الوقت كانت الجامعه التي تقدم. فانا لم اذهب الى السفاره النمساويه بالمغرب، بل السفاره هي التي بعثت لي، قالت لي ان اقامتك واجده. فكان يا ترى تتذكر اليوم الأول اللي جيت فيه للنمسا قضيته إزاي؟ يوم غريب لن انساه. وصلت الى النمسا، كان 1 أبريل، وكان الجو برد قارس. اتيت بثياب صيفيه بحكم المغرب في شهر ابريل هو دافئ جدا، ودخلت الى هذا البلد $200. دخلت الى هذا البلد وانا لا اتكلم ولا حرف من الالمانيه، حيث سالت اصحاب التاكسيات وسالت اصحاب، كان العرب قليلين في ذلك الوقت، فاقول لهم دو سبيك انجلش، كله كو بارلي فرونسي، ما فيش الا الدويتش، جيرمان جيرمان جيرمان. فركبت مع احد يعني ما كانش في حد هنا ما منتظرك عنديش او ولا حد. اخذت تاكسي، وكان صاحب التاكسي يوغوسلافي او ايراني بحكم الملامح، فلم يتكلم ولا لغه، لا لغه الانجليزيه ولا لا. وصلني الى الجامعه، الى باب الجامعه في الشطنطور، فقلت له كم، فاخذت ال $200، اخذ ال $100 حطه في جيبه وقال لي مع السلامه. كانت هذه اول كف اخذه في الغربه، وهي نصف الفلوس التي اخذتها من المغرب مشت. وكان يوم عطله، عطله كذلك في الجامعه، فبدات اسال بالفرنسي بالانجليزي، حتى اتت احد الشابات النمساويات وقالت لي انت لديك، قلت لها في اوتيل فندق يكون بسعر بسيط جدا موجود، قالت لي انا حاخذك على منطقه الكاريتاس، وهو كان في منطقه الفيسبانهوف، كاريتاس للذين ليس لهم ملجا، الذين لهم مبيت. فاخذتني هناك وكنت 3 ايام، جلست 3 ايام لغايه منظمه الصليب الاحمر. الصليب الاحمر، نعم. جلست أيام في هناك في حجرة مع 5 أفراد كان من مختلف الجنسيات، لغاية ما تعرفت على أول شاب مصري في هذا البلد، وهذا الشاب المصري هو الذي أجرني مكان بشقة في الحيتان. يعني ده يمكن اللغة كانت الصعوبة الأولى أكيد اللي قابلتك. أيوه، اللغة، اللغة، الطقس، والطقس، اللغة، الطقس، هذا الزمن. يعني الوقت ده، وبعدين بدأت دخلت الجامعة وبدأت تكمل ولا بدأت تدور على أول شغل ولا؟ أول شيء كان موضوع، أنا أهم شيء أنه أنا أبحث عن شغل وسكن. لكي أمول الجامعة. سجلت في الجامعة فكانت متأخر شوية، فأول شيء كانت الجامعة اسمها، قبل ما تدخل الجامعة لازم تعمل فورشتو دير ليرجانج، مسمى قبل الجامعة اللغة الألمانية. كانت اللغة الألمانية ليس نظام أينز أتس فاي بي أينز، كانت نظام آخر، فاول، نظام آخر. فدخلت أول شيء تسجلت في اللغة، هذا أول شيء عملته، وبدأت أروح للغة. والنصف الثاني تعرفت على فرنسي له شركة هنا يوزع الإعلانات، فاشتغلت معه، يعني نص اليوم في الإعلانات، في الإعلانات، ونص اليوم في دراسة. تعليم الدراسة. وسكنت مع حوالي 17 شخص، حتى كانوا بنات معنا في هذا البيت. يعني كان مكاني، لما تحب أنك تمشي توصل لازم تخطى 3 4 عشان توصل لمكانك. okay. وكان تأجيل السرير بالسرير وليس no. هذا هو، هذا هو إلى أي، يعني بعد ما جلست هناك يمكن 3 شهور، وبعدها غيرت السكن لمكان ثاني مع واحد بوسني، أخذت حجرة. نعم، وكملت الدراسة. وكملت الدراسة. خد منك وقت قد إيه، أو كم سنة، أو بعد كم سنة إذا صح السؤال بدأت تشعر بالاستقرار من ناحية اللغة ومن ناحية العمل؟ أول شيء إحنا الكورسات التي كانت في الأول كانت كورسات انتنسيف للغة، كانت في الحي في الحي التاسع في الجامعة. في الجامعة. فلما كانت هذه كان نفعتنا كثير. ثانيا الاختلاط كذلك من غير العرب، فخذت منه حوالي 9 شهور حتى اصبحنا الان يفهم علينا
وانا افهم من الغي. هذه اول شيء. الجامعه اجلتها في اول سنتين، اجلتها لانني اشتغلت شغله فاجلتها سنتين، لكن لم اتسجل في الجامعه بل سجلت في الفاخوخشولة، المدرسه العليا، المدارس العليا للاقتصاد وتسيير الشركات. فهذا هو فبدات اشتغل، والساعه 4 5 امشي للحي الثاني للبي اف اي فاخوخشولة، مدرسة مسائية. المدرسة المسائية. فهذا هو ليش متأخر، أخرت الدبلوم حوالي 3 سنوات بعد. يعني بعد 3 سنوات بدأت تحس بالاستقرار، من ناحية اللغة ومن ناحية السكن، وقدرت تعرف إزاي تمشي أمورك في هي الحاجة البلد. الوحيدة، لأن كل فترة لها إيجابيات وسلبيات. مثلا فترة اليوم فيها عرب كثير، لما تجلس مع العرب أكيد اندماجك اللغوي سوف يكون بطيئا، لكن الفترة بتاعتنا كان لابد لك أن تندمج، لأن جميع الذين تحتك بهم هما غير عرب من جنسيات مختلفة، لكن جنسيات الهدف مختلفة. الأساسي كان بالنسبة لهم هو تعليم اللغة. تعليم اللغة. طيب حضرتك برضو لك تجربة في التجربة في السياسة، حضرتك عضو في حزب الخضر، إمتى جه قرار دخولك السياسة أو معترك السياسي في النمسا؟ أول شيء الفكر السياسي تعلمته في المغرب. عندما كنت في الجامعة كنت من العضو الرئاسي لمنظمة طلابية كبيرة في المغرب، وهي اسمها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. هذه تدافع عن حقوق الطلاب، وكانت توعي الطلبة بالسياسة، لأن السياسة ليس أجهة. دخولنا إلى النمسا أنت تدخل في عالم غريب جدا عن المهاجرين، هذا أول شيء. ثانيا إتقان اللغة، لابد أن تدخل اللغة قبل أن تدخل السياسة. ثالثا هناك كثير من الأحزاب السياسية منغلقة على نفسها، يعني انتمائها لها أنا أوكي تنتمي، أنت منتمي، بل تضعك على الخط على الرف وليس على فكانت هذه الأسباب كلها من أحد الفعالية. رابعا أن كان يدور في أوساط الجالية العربية أن هناك إنسان أدخلناه السياسة وهو سياسي، ولا حق لأي إنسان آخر يدخل بحكم أن الجالية العربية صغيرة، وإذا دخل واحد ثاني سوف نقسم الأصوات. فكانت هذه الفكرة عندي في الأول، أوكي أن ندعم ما يمكن أن ندعمه من هذه الإنسان. دعمنا إنسان دخل السياسة في فيينا وقلنا ندعمه طول حياتنا، لكن كانت الفكرة عندي، كنت دائما أطرح أسئلة، لماذا هذا الإنسان يأتي بأصوات أكثر من نائب عمدة فيينا ومع ذلك يفوز لوحده؟ فطرحنا قلنا لماذا نكون لائحة، سمي حتى لائحة إكس إبسيلون، محمد أحمد عبد الله الحسين، هذه اللائحة، هذا الشخص يكون له لائحة من 5 أو 6 عند وينجح مع أشخاص من عدد الأصوات. نقول أوكي إذا أتى الشخص ب2000 صوت يطلع واحد، هذه لائحة تسمى حتى عندنا في الدول العربية تسمى لائحة الحاج ماهر، القوائم وهذه القائمة تكون ونحط فيها، إذا جمنا 15 يطلعوا مثلا 10، فكان يكون تقل السياسة. وجدت نفسي أنني أصب الماء على الغم، يعني هذا فخم، يعني كأنك تتكلم. ثالثا وهي أهم شيء، الجالية العربية القديمة، احترام الجالية العربية القديمة، كانت تصدق كل طغاهات التي يحكى عليها. يعني عندما تقول لهم الشمس طلعت من الغروب فكان من السياسة كانوا يصدقوها، فكان هذه فكان هذا. رابعا والأهم من هذا كل شيء، أن الحركات الدينية كانت تسيطر سيطرة ليس فقط على الأعمال السياسية وإنما على الجمعيات الدينية كلها. حضرتك بتكلم على هنا ولا في المغرب؟ هنا 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 بتكلم على النمسا. فجلست لغاية سنة 2014، قلت أنك تكون تريد أن تنتمي للحزب مبدئيا، وفاق كبير أنك تنتمي إلى الحزب فقط من أجل أن يكون لك منصب. فعليك أن تقطع،
يعني مدى الفاعلية في الحزب. الأطروحات كل هذه سقطت عندي. ما هو الحزب لأقرب شيء إلى حقوق الإنسان، إلى احترام الآخر، إلى احترام الوالد؟ أنا لا يعني أن هذا الحزب هو 100% لحقوق الإنسان و 100% لا يوجد إلا في الجنة. تمام. هذه الأشياء نحن الآن نتكلم عنها على الأرض. وضعت مسطرة ثلاث أحزاب: الحزب الإسبيو، الحزب الأخضر، الحزب الخضر النمساوي، ووضعت النيوس. قلت النيوس حزب صغير ممكن يموت لأنه تخرج من بطن الأوفاوبي وسوف يموت مثل ما مات أحزاب أخرى مثل ليستر شتروناخ وكذا، إذا أضربوا في العين. يبقى لنا حزبين. الحزب الأحمر صعب جدا ممكن أن تنتمي، لكن صعب ديمقراطي. الاشتراك الديمقراطي. ممكن أن تنتمي إلى، لكن درجة أو سرعة السلم أو تسلق السلم في بطيئة جدا. التدرج الحزبي. التدرج الحزبي. بطيئة جدا. يعني صعب جدا. لم يبقى أمام إلا حزب الخضر لأنه حزب متوسط. ثانيا حزب يسيطر عليه جنسيات مهاجرة أخرى مثل الأكراد والأتراك وغيرهما. يعني بالديمقراطية. ثانيا هذا الحزب أنك تتسلق التدرج الحزبي بالديمقراطية. فقلت ما دمت أنا أؤمن بالديمقراطية علينا أن ندخل إلى حزب يؤمن بالديمقراطية الداخلية أولا، وهذا الحزب الوحيد الذي يشارك بالديمقراطية، الذي يصوت على أعضائه بالديمقراطية. الولاءات أوكيك موجودة، كل هذه الأشياء موجود، لكن أخف من غيره. فدخلت سنة 2017 إلى حزب الخضر وقلت خلاص لابد أن نغير الواقع، لأن وجدت معارضة شائسة، مشاكسة شائسة من إخواننا العرب قبل النمساوي عند اتخاذ قرار الدخول في حزب الخضر. ليه؟ لأن المتدينين بين قوسين، المتأخونين بين قوسين، المتأسلمين بين قوسين يرون أن هذا تفكيك لجسم الإسلامي الذي سيحكم الخلافة الراشدة في فيينا سوف يسقط، سوف يفكك هذا الجسم. يعون هذا الموضوع. وفي ناس طيبة، أنا بقول لك ناس طيبة أعرفهم وأصلي بجنبهم. لا تخيل أنت يوم من الأيام في صلاة الجمعة دخلت على مسجد، وكان زمان 2017، الذي صلى بجنبي رجل طيب جدا، أنا جاء هنا النيات، قال لي والله حرام عليك ستحاسب يوم القيامة على دخولك حزب الخضر. قلت له حاسب عشان دخلت صليت بجنبك؟ قال لي لا، دخولك إلى حزب الخضر، احنا كنا جسم واحد. قلت له طب وكان اتجاه الجسم ده لفين؟ يعني الحزب اللي هو كانوا متخيلين الكتلة الدينية دي انه هو ممكن يناصرهم. الحزب الاس بي او هو الحزب الوحيد الذي يناصر الكتل الدينية والكتل الإسلامية، ولا غير هذا الحزب يعتبر منافقين في نظره. ففي نظره ودخول إيه؟ قلت له لا، أنا حصلت أشرح له. وبدأت أعمل ندوات ومحاضرات، وعملنا مع الفقاد. يا الاندماج السياسي مهم جدا، علينا أن نعلم أبناءنا السياسة من الآن، علينا أن ندخل أحد. تعرف لو هذا الإنسان حيبقى، ممكن لو أطال الله عمره يوصل ل 120 حيبقى هو في الحزب 120 سنة، أولادنا حيهاموا ويموتوا ومش حندخل. قلت لك عليكم أن تنتموا إلى أحزاب السياسية كلها، حتى الأوفاوبي لازم أن نجد فيه. يجب أن نوصل إلى أصحاب القرار، يجب أن نتكلم معهم، يجب أن حتى لو مش دخل. لأن في ناس يظنوا أن دخولك إلى الحزب هو أنك تأخذ برلماني أو تأخذ مستشار رئيس أو تأخذ في الغرفة التجارية. لا، غير صحيح. أنك تأخذ مرتبة حزبية. ليش؟ عندما تجلس بجانب كوغلا أو بجانب غيندي فاغنا أو بجانب نهاما توصل الحقيقة لهم وتوصل. أعطيك مثال بسيط جدا وأتحدى
كل الأعياد الدينية الإسلامية في النمسا، ولا مرة القيادة بحزب الخضر هنأت المسلمين بها. أتحدى أيضا من فان دابيلن الذي كان يقوم بخرجات محتشمة، هذه السنة كل القيادات في كل الأحزاب، في بقول لك على الأخضر، الأحزاب الأحمر بيعملوها، الأحمر هذه هذا يسمى أصوات، الأحمر لا يقوم بها كمبدأ، بس أصوات. رئيس الوزراء برضو السنة على رمضان فعلا برضو قدم تهنئة. هذه السنة يعني ليش؟ لأنك أنت الآن في ثقل معين، في جمعة، في شاب مصري قد شوف هو ما فيش حزب، المشكلة بتاعت المتدينين والمتأخوينين والمتأسلمين هذا عندهم فكر هذا فكر خطير جدا. في حزب عمر بن الخطاب أو حزب إسلامي اسمه الإسبيو، وفي أحزاب كافية، هذه الأحزاب الكافية هي من الأخضر والأفود. في شاب مصري كان صديق لسيباستيان كورت، الأوفوبي ما عليه وما له، ولا تكلم، وأنا ضد الأوفوبي كذلك، ضد سياسة الأوفوبي ليس الحزب، لأنه كيان حزبي ديمقراطي، نجم أن نخلط الأمور، أفكار أو مبادئ الحزب أنا ضدها، وكمان ضد أفكار ومبادئ حزب الإسبي، هذه في المعمول. فتقدم في انتخابات البرلمانية الأوروبية وحطوا كوت في مرتبة، بدأ يعمل، تعرف للأسف حتى الذين يسمون أنفسهم سياسيين عرب، حتى الذين يسمون أنفسهم جمعويين وناشطين سياسيين عرب وناشطين جمعويين، تعرف شنو عمل الإم؟ سلخوه سلخا، يعني هذا الشاب حتى اختفى من المشهد السياسي. يعني طب الأسباب إيه يعني؟ الأسباب أنه ينتمي بحزب يكره الإسلام والمسلمين. بس ما حد يصرح بكده يعني، زي الحكم على الإيفوبي أنه بيكره الإسلام والمسلمين. ترجع يا أخي كريم إلى تغريدات وإلى فيسبوكات هؤلاء إلى هذه الوقت على الانتخابات البرلمانية الأوروبية، حتى جد أن حطوا هذا الولد مسكين الشاب الذي يمكن أن ندعمه الآن، نعم، وممكن أن يوصل صوت بسيط حتى مو سياسيا. هذا هو هذا الموضوع، يعني كثير جدا مهم جدا، يجب أن نحط أبناءنا للدخول إلى المعترك السياسي عبر كل الأحزاب، إلى الإف بي. أوكي الإف بي وإحنا عارفينه عليه خط أحمر، لكن الأحزاب الثانية من النيوس، من الأوفوبي، من الخضر، من الحمى، أحزاب تانية صغيرة حسب الفرصة. يعني طب مدى قناعتك أو مدى شعورك بالارتياح من التجربة دي؟ أنت قدرت تحقق اللي كنت بتسعى لي من خلال التجربة دي؟ هذه التجربة أول شيء خلات ناس كتير يعني تتشجع وتريد أن تدخل الأحزاب. تعرف كم واحد تصبيه يريد أن يدخل الأحزاب؟ كثير جدا. هذه أول شيء، هذا الخجل السياسي الذي كان لدى العرب، الذين يقولون كان خجل سياسي، الآن أصبح قوي جدا، أصبح كل يريد أن يدخل إلى المعترك السياسي ويريد أن يترشح ويريد أن يدخل الأحزاب. هذه أهم شيء، هذه أهم شيء. ثانيا أننا هذه التجربة يجب أن ننقلها إلى أحفادنا، إلى أبنائنا، إلى الشباب، من أجل تشجيعهم على الدخول والانضمام السياسي. هذه أحسن شيء، أني قدرت تحقق اللي يعني أنت كنت بتسعى لي. أنت عن التجربة الشخصية بالنسبة لك راضي عنها، وده كمان إضافة إلى ذلك أن هناك الكثير من العرب بدأوا في عملية تسجيل أو الـ الإقدام على الحياة السياسية في النمسا. شوف يا أخي كريم، عندما تدخل الحزب 2017 و2018 تكون عضو في المؤتمر الوطني للحزب، ممتاز جدا. تدخل 2017 وتوضع في اللوائح الحزب الانتخابية، أنا لست والدتي دكتورة نمساوية ولم لكن للجنسية عندما ولم أولد بمعلقة ذهب، شاب مثل الذين يركبون قوائب الموت لكي يأتي إلى أوروبا
وهذا الشاب تعلم اللغة هون والتي كان لا يفقهها في بلده. فهذا الموضوع، أنا أعطيك حكاية بسيطة جدا. جلس معي أحد المسؤولين في مؤسسات الدولة هون، وكان في هذا المكتب، وقال لي بعد ما حصلت بعض المشاكل سوف نتكلم عليها، الفيديو المشؤوم، نعم ده في الأسئلة القادمة إن شاء الله. قال لي أنت لو تولدت في النمسا من حقك أن تدخل السياسة، لكن لم تولد في النمسا صعب لمؤسسة الدولة، لأن ليس لديك ملف. قال لي كل الذين دخلوا السياسة قبلك أمهاتهم نمساويات، أباؤهم نمساويين، أو هالب هالب أو نص 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 نص، قال وداسين عندنا ملفاتهم من الابتدائي أو من روض الأطفال، لكن أنت جيت على 21 سنة لهذا البلد، يعني بعد العشرينات، يعني نص أكثر من نص عمرك قضيته في النمسا، لكن النص الثاني ليس لدينا ملف عليه. هذه أول شيء. دخولك النمسا أو حصولك على أي منصب يشجع الآخرين الذين دخلوا في 2015، يعني ممكن بعد 5 سنوات بعد 6 سنوات نجد البرلمان من 20 لاجئ. قلت له إيش المشكلة؟ قال لا، ممكن بكرة نصيب النصرة والقاعدة موجودين داخل، هكذا هكذا الكلام. قال ضربك هي قصة ودن الآخرين. قلت له في ناس آخرين متهمين بالإسلام السياسي. قال هادو مولودين في النمسا، هادو نصهم نمساوي، لا تقارن نفسك بالآخرين. سنتطرق الجزئية دي بالتفصيل، لكن هستأذن حضرتك نخرج فاصل ونعيد استكمال الحلقة مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود ونكمل مع حضراتكم والأستاذ عبدالعاطي كريم في برنامج غريب أديب. تستطيع مع إنفوغراف الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهرياً. خلال منصاتنا الإلكترونية معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع بإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغراف شريك النجاح. مشاهدينا الكرام، عدنا مرة أخرى لاستكمال الحوار مع الأستاذ عبد العاطي كريم مرة أخرى. أستاذ عبد العاطي برحب بك مرة تانية. أهلا وسهلا. يمكن بعد ما حضرتك تفضلت بشرح الجزئية الأخيرة بتاعت التأثير السياسي، حابب أعرف من حضرتك تقييمك لأداء الجالية العربية وتأثير حضورها في المجتمع النمساوي. الجالية العربية الآن بدأت تسترجع أنفاسها. القادمين الجدد هما توابل هذه الجالية الآن، لأن الآن هذه السنة سمعنا كثير يحصلون على الجنسيات، في كثير الآن حتى على المستوى المهني بدأوا يأخذوا أماكن مرموقة، بدأ نستمع إلى أشياء جميلة جدا ونجاحات. أنا بالنسبة للنجاح هو نسبي، كل واحد عنده، في ناس نجاح لما يدخل السياسة نجاح، تاني لما يأسس شركة نجاح، تالت لما يأسس عائلة نجاح. فأنا دائما أنا ليس هناك فاشلين في هذا البلد، فكل ناجح النجاح نسبي. ها الآن على الجالية العربية أن تنظم نفسها. لماذا؟ لأن الآن يجب أن تكون هناك جمعيات ثقافية دينية أو غيرها، هذه الجمعيات يجب أن تكون أن تأخذ الشعلة لكي تبني جسور مع النمساويين. لماذا؟ نجد الآن الأيام الماضية، السنوات الماضية، تجد الأمور نحاور أنفسنا، يعني كل ما عملنا لقاء أو إفطار أو عشاء أو كذا ندعو أنفسنا بنفسنا ونقول أخويا ما يكفى هذا الموضوع، أختي ما يكفى هذا الموضوع، ونعمل فيديو مع بعضنا وخلاص انتهى الكلام، ونصفق ونقول المثقف الكبير والسياسي الكبير والجمعوي الكبير، وتبقى هذه مثل الموسي رحمه الله. رئيس موسي رحمه الله كان لما كانت عنده مشاكل مع المعارضة كان دائما يدعو إلى
الحوار، وكان من يأتي من الحوار إلا عشيرته أو جمعية إخوان المسلمين. فكانت المعارضة تقول النظام يحاور نفسه ونحن الجالية العربية نحاور نفسه، نجتمع أنت بدأ في محل أو في قبو أو في جمعية ونقفل على أنفسنا ونحاور. الآن حان الوقت إلى برنامج جديد، وهذا الذي نريد أن نرى هذا البرنامج الجديد، أن نحاور الغير، أن نحاور من هم استضافونا، أن نجلس معهم، أن نقوم بتجمعات فيها النمساويين وفيها غير النمساويين وفيها العرب. ولكن ما هي الصعوبات من وجهة نظرك اللي بتعيق إتمام هذا الفكر أو هذه الخطوة للاندماج في المجتمع النمساوي؟ إيه الصعوبات؟ الصعوبة الأولى هي أزمة فكر، أزمة عقل. نحن لن ننسلخ بعد من هذه الرواسب التي كانت تعيقنا أو التي أتينا بها من مجتمعاتنا العربية. كيف؟ أن نأتي ونحن نحمل معنا نفايات، ونريد أن هذه النفايات أن نستثمرها هنا كذلك في النمسا، وهذا هو التجمعات. فأنت الآن، أنا الآن لما أمشي ويقول لك مثلا في المغرب هذو جماعة الشمال وهذو جماعة الجنوب وهذو جماعة المدن المتحضرة الدار البيضاء هيك، وكذلك في سوريا جماعة الإدلبية الشامية. أول شيء هذه المسميات لازم تمشي. نحن جسم، هذا الجسم هاجئين عرب، ويجب أن نضع هذه الأسس لنكون أنفسنا على هذا الموضوع. هذه أول شيء. ثانيا المشيخة، المشيخة تسيطر لنا. عندما نرى الأخ إكس إبسلون هذا الشيخ، وإذا تكلمت عليه في الفيسبوك انتقدته، أنا ما نتكلم، ممكن الناس ترفع السكاكين في وجهه. فالمشيخة هذه ليست مشيخة دينية فقط، هناك الجمعيات الدينية مسيطرين على الفكر السلبي الذي لا يريد أن يطورون هذا الفكر بتاعه، لكن هناك المشيخات، مشيخة دينية، مشيخة عرقية، مشيخة قومية. هذه معيقات الموضوع. أما الشعب النمساوي رغم ما فيه من علات فهو سهل أن يخترقه الإنسان. يعني الصعوبات الأساسية في المجتمع العربي نفسه، في الجسم العربي، في الجسم العربي نفسه. الجسم يعني العربي. الصعوبات ما هياش خارجية ولكنها داخلية، يعني يجب داخلية. أن يكون هناك دعوة، أزمة ذاتية، نعم، وليست خارجية وليست موضوعية. لماذا لا يكون هناك دعوة للتجمعات كل هذه التكتلات حتى يصدر عنها رأي موحد؟ أنا هعطيك مثال الآن من أخي. تفضل. الإفطار الذي قمنا وكنتم قد شرفتونا فيه، نعم. هذا الإفطار أول ما أجي هذا إفطار من نمساويين، من إيطاليين، من أفريقيين، حتى الآسيويين والباكستان والهنود كانوا موجودين. عندما قمنا بهذا الموضوع حتى الذي في كثير ناس أتت ولم تجد مكان ودعما، تعرف أن في نفس اليوم أو قبل 5 أيام جسم آخر عربي دعا إلى إفطار آخر في قبو آخر أو في مكان آخر من أجل إفشال هذا. شفت هذا الفكر؟ أعطيكنا مثال، يعني من أجل إفشال هذا الإفطار. لماذا؟ من يكون هذا عبد العاطي؟ من يكون هؤلاء الأشخاص مع عبد العاطي حتى يقومون بهذا الموضوع؟ شفت هذا؟ أنا ومن بعد الطوفان، وعندما نجد الطغاة في بلداننا هذا فقط بسياسة كيف تكون يولى عليكم. فالأزمة دائما أزمة ذاتية. الشعوب العربية الآن تختار من يحكمها وتستهل هذا الذي يحكمها الآن. طيب خليني ألتقط بحضرتك لسؤال تاني برضو، هو سؤال شخصي بما أننا مع حضرتك في حوار شخصي. إيه اللي حاولت توصله في النمسا هنا أو حاولت تحققه وبقت محاولتك بالفشل؟ صدقني لا يمكن أن أقول أن هناك فشل، بقدر كل فشل هو نجاح، ونجاح هو خطوة لنجاح آخر. وأنا بصفتي دائما إيجابي فوق العادة، كل الناس بتقول أن إيجابي فوق العادة، وسأبقى إيجابي إلى غاية ما أن تدفنونني في الحي 23 يعني. فهذه الإيجابي أن يعني كل خطوة حصلت لي بعتبرها نجاح ولا بعتبرها فشل. حتى أسوأ شيء حصل بعتبره أنه ممتاز، لأن لو ما كنت هذا الشيء ما كنت حصلت على اللي حصلت عليه.
ده بيخليني أتطرق لموضوع آخر. يمكن حضرتك كنت استقطع ليك مقطع في إحدى اللقاءات واتخذ ك يعني بصورة ضدك، ساهم في تغيير مسارك السياسي. ياريت لو تكلمنا عن الجزء ده أو الجزئية دي اللي حصلت فيها، وتذكر السادة المشاهدين بها. أنا حكيت لك قبل، كنت قلت لك رجال السلطة اللي كانوا عندي موجودين، مثلا الدخول السياسي كان غير صحيح وكذا لأسباب متعددة، كانوا على هذا الموضوع بعد هذا المقطع. نعلم أن في السياسة خصوم، ولكن ليس في السياسة أعداء. لكن نحن في الدول العربية تعلمنا أن في السياسة أعداء وليس خصوم. كنا نقول التعددية العربية في السياسة ممتاز جدا، وممكن أن يساعد ويعين الجاليات العربية وغير العربية، لأننا نتكلم عن الجالية المهاجرة كلها، لأن هذا برنامج سوف نتكلم عليه قريبا. هذا هو سبب. لكن فعلا أنا أخذ مقطع، وهذا الذي أخذ المقطع عارفه الآن. أنت عارف حضرتك مين اللي عمل؟ أنا عارفه الآن، هي مجموعة، للأسف مجموعة، ويعتبرون هنا ويصلون ويصومون رمضان ويبكون في التراويح. أنا بقول لك يعني، وهي المشكلة هذه المجموعة هي التي تقول أنها هي قادت العمل الجمعوي وقادت العمل السياسي وقادت. للأسف أن نينا شولز التقيت بها، صديقة كذلك التقيت به، وهما يعتبر في هذا البلد اكسبيرت، خبراء في الخبراء في الاسلام السياسي. نعم. الذي قطع هذا المقطع وبعث لهم، بعث لهم ليس فقط كان هدفه تدمير انا وتدمير الحزب، لكي يعطوا للحزب قرصة اذن الا يستقبلوا اي من العرب الجدد او القدامى الذين تجنسوا. نعم. الآن أتكلم الذين ولدوا في النمسا، لا يتكلم عليهم هذا الشخص، ولا الذين جنسوا أو الوافدين الجدد الذين سيتجنسوا. يعني الآن ردوا بالكم، الآن أنتم تدخلوا معه. هذا الشخص دخل في 2017، 2018 أصبح في الهرم، هرم الحزب. هذه النقطة الأولى. ثانيا، هذا الشخص أصبح يزعزع مكانة، بعد إذا كانت له مكانة، مكانة بعض الناس كانوا يعني يعني مستقلة يستوزيو، هم في مقدمة كل الأعمال سواء خيرية أو اجتماعية. بس خلينا نوضح للسادة المشاهدين، لأن أكيد كل اللي هيشوفونا، المقطع ده كان بيحتوي على إيه، أو هي كانت المشكلة إيه؟ المشكلة إيه؟ هذا المقطع هو في برنامج كان ناجح جدا اسمه مباشر كأني. هذا البرنامج كنا نعمله كل أسبوعين، وكان الناس تتصل تطرح مشكلته ونحن نجيب حسب المعرفة وحسب الاستطاعة بتاعتنا. فكان على هذا البرنامج تهافت كبير جدا غير طبيعي مع كريمي، مع كريمي اللي هو كان على شاشتنا، على شاشة انفوجرام. انفوجرام، نعم. في سؤال جاء من شخص بحسن النية، ليس بسوء النية، قال أنه في مسألة الطلاق أن الدولة هون تعطي الحقوق للمرأة أكثر من الرجال. قلت والله هذه المشكلة أنا عارفها، والواحد لازم في الصلح خير، أن الصلح هو أهم شيء، وأننا نريد، لأن الأطفال هم الذين يعانون يعني. ونعم أن قوانين النمسا هي قوانين النمسا. فأنا كنت أود أن أقول نحن لسنا ضد هذا العمل الذي نعمله، لا يؤكد أن نحن لسنا ضد قوانين النمسا. بالسهو جات لي نحن ضد قوانين النفس، قوانين العائلة. فهذا أخذوها. فهذا الشخص كان يسهر الليالي، وسوف نلتقي معه سواء الآن سواء عند رب العباد. وهو عامل لحية وعامل فيها شيخ وعامل فيها كل شيء، وهم أشخاص هذا كل ملتحين. قطع في الأول في الأخير، فقطع الزبطوق وذهب به إلى نينا شولز وقالها شوفوا هنا الذين تقولون أنهم أن الأخضر
ما فيش اسلام سياسي، اول اخطا في اسلام سياسي، هذا الاخطا في كذا، وبدا اول شيء ان الحزب سوف يطردني، ثانيا الحزب لن يستقبل اي انسان تجنس او انسان جديد في النمسا. هو هيك انتهت القضيه. لم اكن اعلم، لكن مؤخرا لما جلس مع لينا شوس، لما جلس معه قال انا يعني اسبوع صدمه، يعني انت صدمه، يعني ممكن اكون منافس لك في الساحه، لكن ان تاخذ هذا الموضوع وانت تعرف انا من اكون وتعرف نيتي وتعرف هذا الموضوع. لكن حزب الخضر وقف بجانبي. بيجيت هيبان كانت رئيسة الحزب بفيينا، دعمتني دعما كبيرا جدا. قالت لا، كنت أريد أن أستقيل. قالت لا، لن أستقيل. هناك أناس داخليا في الحزب كانوا ضدي وقتها، لن يعني، لكن مع ذلك خذ مني هذا الوقت سنتين أفكر هل سأنسحب أم أبقى. وأخيرا وجدت هذا الحزب لن أتركه، وأنا موجود وتبدأ النشاط. ربنا يوفقك إن شاء الله في الدورات القادمة. أستاذ عبد العاطي، إيه اللي بيطمح لي الأستاذ عبد العاطي كريم في عبد العاطي كريمي في القريب والمستقبل البعيد لتحقيقه؟ هل عندك طموحات؟ والله لما بعد ما حققت، تعرف طموحاتي هي هيش. إن شاء الله أول شيء لما كورونا تذهب إلى الجحيم وربنا يكرمنا إن شاء الله بحياة طبيعية بإذن الله، وعندما تنتهي الحرب أو الحروب في العالم كله ونعيش في سلام، النمسا كبرنامج نريد أن نفتح هذه الجسور، أريد للذين تجنسوا أو الذين سوف يتجنسوا أن نقوم بإنشاء جسم سياسي ليس في حزب الخطة فقط، في كل الأحزاب، وأن نكسر أصنام الماضي، هذه الأصنام التي حكمتنا لسنوات طوال في الغرب. أنا أتكلم عن الدول العربية في الغرب ولم تؤتي بأخر، لأن الذي يظن أن حفر مقبرة إنجاز فعليه أن يراجع نفسه. الإنجاز أن نجد 10 برلمانيين في النمسا، البرلمان النمساوي، لا تتكلم مستشار بلدية والكلام الفاضي هذا، في البرلمان النمساوي أن نجد 10 في كل حزب يتسيدون المشهد. لأن الآن الناس ما فاهمين غلط، ليس لما تكون مستشار بلدية أو تكون برلماني أو تكون في الغرفة التجارية لك القوة، لا، يجب أن تكون في المكاتب الإدارية والسياسية للأحزاب، لأن من هناك تمشي كل الأشياء، من هناك تبدأ قصتنا. وهذا هو كذلك على العمل الجمعوي، العمل الثقافي. أنا الآن أريد أن أشيد بشخصية التقيت بها وهي ماريا كارياكي. هذه الشخصية تقوم بعمل فني، عمل ثقافي جذير الاحترام. يعني السيدة ماريا كارياكي، رابطة المرأة العربية، المرأة العربية. شيء كبير جدا، الشيء الكبير تقوم به، لا أحد يكرمه ولا أحد يقول له شيء. ليش؟ لأن ليست من أصحاب العمامات الكلاسيكية. يعني عندما تكون من ليس من العمامات الكلاسيكية، أو أنك تغرد حسب رأيهم خارج السرب، فإنك أنت إنسان غير معروف فيه. لكن ما تقوم به ماريا كارياكي، تقوم بعمل كبير جدا يجب أن نصفق لها، ويجب أن نقف بجانبها. مثلا في جمعيات أخرى، نعم. أنا في جمعيات أخرى وفي أزمته يجب أن، وهذه دورنا الآن. أنا هذا الآن ما أطمح له، أن أزور، أن أساند، أن أنسق وأدعم هؤلاء الجمعيات الآن في المستقبل. هذا هو همي أصلا، ليس كشخص. أنا وصلت المصر، أنا عضو في برلمان شعب التجارة بالغرفة الاقتصادية، عندي شغل قائم الحمد لله، عندي هذا ليس هذا نجاح. النجاح أن تبني المستقبل. أستاذ عبد العاطي، طيب عايز منك بعد الخبرة الطويلة دي ووجودك في النمسا ودخولك معركة السياسة وتحقيق الكثير من الطموحات اللي كنت بتطمح ليها، عايز من حضرتك 5 نصائح تقدمها للمهاجرين الجدد
أو للمهاجرين الذين لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا ما، تقول لهم إيه؟ أنا أقول للمهاجرين كل، سواء الذين اعتبروا نفسهم أنهم قدموا لهذا البلد شيء وقدموا نفسهم، أو الذين يعتبرون نفسهم أنهم لم يقدموا لأنفسهم للبلد شيء وهم قدموا فيه، ثلاث أشياء. أول شيء محاربة الجهل، هذا أمر. كيف هي محاربة الجهل؟ علينا أن نغير من أنفسنا، أن نغير أفكارنا، وأن نعلم أننا نعيش على أرض اسمها النمسا. الطموح واجب، لكن هناك عدالة، هناك قوانين يجب أن نحترمها، هذه أول شيء. لابد النصيحة الثانية، تحطيم صنم المشيخة. الولاء ممتاز، لا أحد يناقش الولاء، سواء في شغلك، سواء لعائلتك، سواء لوطنك، سواء في القلوب، في الغنى. الولاء يجب أن يكون في القلوب. الأصنام المشيخة القديمة التي بعثرت كل المشاهد سواء الجمعوية أو السياسية، يجب أن نكسر هذه الأصنام. ثالثا، لابد أن الاندماج السياسي بعد الاندماج اللغوي والمهني. الاندماج اللغوي مهم جدا لكي نختلط بأبناء البلد. الاندماج المهني يجب أن نشتغل حتى لا نصبح أن يقولون لنا هادو مجموعة السوسو، يسموها إخوان العرب مجموعة السوسيال، علينا أن نخرج. ثم الاندماج الاقتصادي والسياسي، فعليك أن تختار اقتصاد أنت من الشركات، المهني أن تشتغل، والاندماج الجمعوي أن نقوم بجمعيات مختلطة وليس جمعيات الجمعية تحاور أنفسها، الجالية العربية تحاور أنفسها. هذا هو الاندماج السياسي، هو أن نترك أبناءنا، أن نترك الجدد ينتمون إلى الأحزاب كيفما كانت الأحزاب، لكي نصل إلى صنع القرار. الأخيرة وهي المهمة، التلاحم. علينا أن نساعد بعضنا، علينا أن نساند بعضنا. وأي إنسان تجد أنه يجري في غير اتجاه الماء، علينا أن نحاربه. فمحاربته اليوم مهم جدا، لأن السرطان عندما يبتدئ الإنسان أعوذ بالله، وأتمنى أن لا يصيب، يحفظ ربنا يحفظ الجميع منه، عندما هذا يجب أن تقلع الوهم، تشيله من الجسم كله لكي يعيش الجسم. إذا أردت أن تتعايش مع السرطان فاعلم أنك أنت دخلت على نفق مظلم. طيب خلينا نرجع برضو، كان لحضرتك التجربة اللي قلنا عليها مع انفجارات، تجربة مع كريمي. حابب من حضرتك أعرف ماذا قدمت انفجارات الأستاذ عبد العاطي كريم من خلال هذه التجربة؟ كان عليك أن تسألني سؤال. تفضل. ماذا قدمت انفجارات للمشهد الإعلامي؟ نعم. بالنمسا. وده كان السؤال اللي بعدنا. لماذا؟ يعني عجبني في أخ عزيز علي قال لي هذا الكلام قبل، قال لي والله في كتير ناس تقول أنا ما بحب لا الفقراض ولا القائم عليها، وتجد هو الذي دائما يشاهدها باستمرار. عندنا في المغرب يقول لك عيني فيه ويخ منه. هي أخي الكريم، السؤال الأول، مع احترام كل المشاهد الإعلامية وكل الجمعيات الإعلامية الموجودة، انسى عبد العاطي، ولا أريد أن أقول لعبد العاطي ماذا قدمت لعبد العاطي أو كشخص نزيه جدا. الانفجارات تعتبر المشهد الإعلامي الأول في النمسا، أبا من أبا وكأي من كأي، حتى الذين لا يتوافقون مع الرأي العام للانفجارات هم الآن يوصفون ويقول أنها قدمت شيء للجالية، كانت تنقل الخبر وكانت تخطئ بعض المرات، ولكن الإنسان الذي يسوق يخطئ، والإنسان الذي لا ينام في البيت وببطانية، ولكن عندنا مبدأ يعني، أو عندنا رسالة بين الناس. هذه الرسالة تقدم انفجارات لم تساعد بعبد العاطي. عبد العاطي قدم رسالته عبر انفجارات وساعدته، لأن برنامج مباشر مع كريم لوحده أعطى صيت كبير جدا. طريقة المهنية، نحن نتكلم الآن عن رسالة فقط، المهنية
التي قدم بها البرنامج أو برامج كبير جدا. فأنا الآن أقول لك أن المشهد الإعلامي تتصدر الآن إنفوغرام، وإن شاء الله سوف تنتقل الآن من مخاطبة العرض إلى مخاطبة نفسها. ونزيد نقول لك هذه مهمة جدا، ممكن إنفوغرام كل برامج إنفوغرام تترجم من جهات معينة، هذا دليل تأثير إنفوغرام على المشهد السياسي الإعلامي النمساوي وليس فقط على الجالية العربية. الجالية العربية. طيب في نهاية اللقاء أستاذ عبد العاطي، في سؤال كنت حضرتك متوقعه أنا ما قلتوش حابب تجاوب عليه؟ نعم تفضل. الجماعات الدينية بالنمسا، وهنا عندما أقول الجماعات الدينية لا أقول الجماعات المسلمة، ولكن أقول في ناس يعتبرون أنهم يتزعمون المشهد الإسلامي بالنمسا. لدينا جمعيات مسلمة محترمة جدا، لدينا جمعيات دينية محترمة جدا، لكن الجمعيات التي لها طابع سياسي، الجمعيات التي تحكم هون وتأتيها الأوامر سواء من ديانات من تركيا، هذا شيء خطير هنا في النمسا. أنا عشت معهم، أنا كنت عضو بالهيئة الإسلامية، لم يعني شهر شهرين ثلاث شهور لم أذهب. أنا أنتمي إلى كولتوس كيمايندا، وهذه كولتوس كيمايندا هي جزء من الهيئة الإسلامية أو ما يسمى الإسلامي كولتوس كيمايندا. أنتم تعلمون الإسلام من يسيطر عليها، هذه هيئة تركية، وهذا الكلام خطير جدا. الذين على المسلمين الآن العرب أن يؤسسوا هيئة إسلامية جديدة جدا. هذه الهيئة الإسلامية ليس فقط تخص فقط المساجد، لأن الهيئة الإسلامية عندك مسجد أنت عضو، ما عندك مسجد إذن المسلم هو الذي له مسجد، يعني الجمعيات المسلمة هم له مسجد، وهناك جمعيات دينية أخرى تسمى شاين في غينة، يعني جمعيات وهمية، جمعيات وهمية عندها في بيوتهم مقرات، ولكن لما تجدهم في الجرائد النمساوية موجودة الجمعية الإسلامية الفلانية التي أصوها فلان البطيخ وبذنجال والحاجات، وكمان أعضاء في هذه الهيئة الدينية. نحن نريد أن تؤسس، أنا لا أمكن أن الجالية الجديدة أن تؤسس هيئة إسلامية فيها حتى الذين لا يصلون، هذه لأن الذي يصلي كمان مسلم كذلك المسلم، لابد من علماء الإسلام الحقيقيين المسلمين الحقيقيين بالنمسا أن يأخذوا زمام الأمور ويؤسسون جمعية هيئة إسلامية أخرى ليست هيئة إسلام تركية تأخذ الأوامر من إسطنبول قبل أنقى، وفي إطار طبعا القانون النمساوي بما يسمح به القانون النمساوي طبعا. بالضبط. أستاذ عبد العاطي أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدين الكرام، يقول جورج برنارد شو: من لم يصنع السعادة لنفسه لن يصنعها له الآخرون. إذن مشاهدين الكرام، لابد لنا أن نبحث دائما عن النجاح، فنحن خلقنا في هذه الحياة لتحقيق أهدافنا في جميع مجالات الحياة، لأن النجاح يشعرنا دائما بأهمية الوجود على قيد الحياة. في نهاية اللقاء مع الأستاذ عبد العاطي كريمي في برنامجنا غريب أديب، أتقدم بالشكر للأستاذ عبد العاطي، شكرا لحسن الاستضافة وسعة صدرك لأسئلتنا، والشكر موصول أيضا لحضراتكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، تابعونا دائما وإلى اللقاء.